مرحبا، اليوم حنحكي عن دورة المياه في الطبيعة. هو زي ما انتم شايفين انه هنا رسمة، وفي عندنا بحر ونهر وبحيرات، وفي عندنا شمس، وهاي الشمس بتخلي البحر يتبخر، بعدين بنلاقي السطح كتير بارد، فهذا السطح بيكون الغيوم، بعدين هاي الغيوم بتتكاثف مع بعضها فبتصير كتير تقيلة، بعدين بدرجة الحرارة بتكون في المنطقة يا إما بنزل يا شتا يا برد يا ثلج، بعدين بترجع بتنزل على الأرض يا يعني النهر أو على البحيرات أو على البحر، بعدين أو بباطن الأرض، فهاي بنسميها المياه الجوفية، وهاي هي دورة المياه في الطبيعة. مراحل دورة المياه في الطبيعة. نحن نعرف أن أغلب مساحة الكرة الأرضية عبارة عن مسطحات مائية مختلفة من بحار ومحيطات وأنهار، ومع تعرض هذه المسطحات للمصدر الحراري الشمس، فإن جزيئات الماء تسخن وترتفع درجة حرارتها لتبدأ عملية التبخر، والتبخر هو تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، فيصعد بخار الماء إلى طبقات الجو العليا الباردة، ثم تبدأ المرحلة الثانية التكاثف، حيث يتكاثف بخار الماء الصاعد، ومن ثم يكون قطرات ماء صغيرة الحجم، لكن سرعان ما تتجمع هذه القطرات لتكون السحب أو الغيوم التي تتحرك من مكان لآخر حسب حركة الرياح. وبعد ازدياد وزن تلك الغيوم ومع تأثير الجاذبية الأرضية، فإنه يحدث الهطول، وهو تساقط الماء من الغيوم على هيئة مطر أو برد أو ثلج أو جليد متميع أو رذاذ. وتأتي المرحلة الأخيرة من دورة الماء والمتمثلة في مرحلة جريان المياه إلى سطح الأرض بعد الهطول، حيث تغذي الأمطار المسطحات المائية وخزانات المياه الجوفية الموجودة في باطن الأرض. عندنا هون الشمس وعندنا هون النهر. هلأ أشعة الشمس راح تبخر مياه النهر، وراح يطلع البخار اللي تبخر من النهر لطبقات الجو العليا، وطبقات الجو العليا باردة، فوقتها راح يتشكل عندنا الغيوم، والغيوم راح تنزل مياه يا أما ثلج يا أما برد يا أما ماء طبيعية. وهاي المي يا أما بترجع لعند النهر يا أما بتروح تحت الأرض. بتروح تحت الأرض اسمها مياه جوفية، واللي بتروح عند النهر اسمها مياه بحرية. زي هون ما عنا هاي البحر، وعنا هون النهر. عنا هون تبخرت الشمس مياه البحر، فطلعت البخار تاعها لطبقات الجو العليا. طبقات الجو العليا باردة فشكلت الغيوم، والغيوم صار فيها يا أما ثلج يا أما مطر يا أما برد، فأكثريتها يا بتنزل على النهر وبتروح للبحر، يا أما بتنزل لتحت، وبكون هاي اسمها مياه جوفية. زي ما حكينا هون مياه جوفية ومياه بحرية، هاي اسمها مياه بحرية وهاي اسمها مياه جوفية. أولا سنتعرف على دورة الماء في الطبيعة. تبخر أشعة الشمس مياه البحار والأنهار والمحيطات، ثم ترتفع إلى طبقات الجو العليا، تشكل الغيوم. حين يثقل حجمها تهطل على شكل برد أو مطر أو ثلج. دورة المياه في الطبيعة. لقد رسمت هذه اللوحة، سوف أرويكم قصة القطرات الثلاثة. كان هناك ثلاثة قطرات كانوا يلعبن في الماء، ثم أشرقت الشمس وارتفعت درجة الحرارة. سألت القطرة لأمها: لماذا أنا أشعر أنني مريضة؟ قالت الأم:
لأن هذه قوة التبخير في الطبيعة. وارتفعت الثلاثة القطرات ودخلنا الغيمة، وبعد ساعة ارتفعت الغيمة إلى أعلى، ثم اشتعرت الثلاثة قطرات في البرودة، ثم نزلوا على البحر ورجعوا ويلعبون مع الأسماك. هون عند هذا البحر تبخر طلع في الغيوم. بعدين نزلوا الأمطار. عندنا ثلاث أشكال تحطوا للأمطار: الأمطار، الثلوج، وداعاً.